مايتي انت مو شيء؟ وين ماشية؟ وين هايتك؟ عندنا لوكاكو يا طلول بن فوز. يا طلعة يا غالي نرون ما يصير. انت شو الملابس؟ انت ولا انت ستة؟ شو الملابس هذه؟ شو القصات هذه؟ ما فيها شيء. شنو هذا؟ ابوي ساكت عنك. اسمعي كلام اخوك الكبير، ما تطلعي لي على ما تطلعي. ما تطلعي، ما في طلعة. ليش متضايق عبد الرحمن؟ عندك احسن حارس الشرد، احسن لاعب، احسن خط وسط. ليش فاز بالدوري؟ ما ادى بس عطوا افضل لاعب. غبي غبي واحد ايش فيك خب؟ واحد انت بيعك اللعب اللي هناك. اخ غاب والله كان بيب جول غبي ترى اكس وكنت باول اكس كامل عشان يلعب حق اللاعب اللي هناك البعيد. اخ شو ما خذوها الكره ملعوبه من مسافه يحاول ان يلعب لوكاكو. بيج روم العماد اسمع النار النار كريستيانو رونالدو. ليش انا ما يصير كذا بالدفاع من دش جول؟ احنا كانت انفراد. ليش؟ لانك قاعد تلعب معي. دخل اي صح نسيتنا انت المنحوس اللي ما تفوز. ايش دخل منحوس؟ فاز ضدي انا وعبود سحار. عبود سحار اي بس فزنا عليهم احنا اول شيء. عبد الرحمن تذكر المساعة تستويت؟ شباب شو سويت؟ جابي جابي ما كنت اسمع منك شو سويت؟ هلأ زحام كان يبي ينزل لي الكل بس شو قاعدين بطيء شوت شوت شوف اذا يعرف شوت اكثر يعرف كان ايش دراك؟ والله متسلل كريستيانو علي علي مباراة اللعبة اللعبة والله انت والله العظيم مباراة والله من اللعبة ها لعبني بال الله فتحت انا تفلي لعب لي باص طلول شوف ينفعك شوته لعب لي باص على اللوي يلا لا لا قصايك يلا يلا لا لا صدق لا وقف هني وقف هني ايوه شوف من اول ما اعطيك على طول شوت احط 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 احسن حارس من دلوقتي شلونك ما اعطاها بالراس ايش دراني فيه ترى ضربت الهاي عشان شي توهق المدافعين او الحيطه بيزعف 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 هوب يا سلام يا طلال ادفع واحد لعيب ادفع واحد لعيب ما تعب نفسه مسكين الهام مضبوط في اتجاه المرمى مظلوم لاعب في وضعيه يعني نقطه صون اوه لعب لي باص اذا توهقت ربي لعب لي ربي ترى قلت له ما تفهم ازلع عليكم ما بعد تبغى تلعبون؟ يلا لعيبه احنا طلول بطل دريشه الجو حلو برا اي بطل دريشه علي كذي تبطل ايش اسمه سكن الاشياء من الصوب الثاني طلوت ايه
ما كنت ادري ان في شيء اصلا. شو تسوي؟ بس علشان تنباطك صدق؟ ما كنت ادري. ما هاي ما ادري اضرب دقيقة خلنا نخلص دقايق. ركز قوم جهاز ترى قبل ما يحصله مستحيل بدلنا لونها رايح اي تي ما في لون طلال والله ما هو بقطع الحارس تشتيه؟ ايه هاك روح نفسك ليش؟ طلال خليني العب لك بوم عشان شي يصير شوف شوت فاول شوت هاي يقول له هي انا اللي مسوي الخطه ما شنو يبالك طلول والله شو اسوي؟ ما قدمت الحارس بلعب لك باص طلول شوت شوت حبيبي لعيب احلى طلول سريع هو اي اسرع من مبابي والله اسرع من مبابي لا اسرع من مبابي مساعد زي قديم ما قدر يمسك اللول اللول ريان ذبحني يقول الخاص شو صار ابيض يدز اقول لك صراحه قسم لاني كنت حال السكن لعبت فيك شي سويت لك الله طلال طلال اخ ها لعب نظيف ها لعب نظيف ها انت خليت النتي سواها لك والله ارجع ورا طلول اوكي على الكورة جريزمان الكورة ما تصيرها طق عليها طق عليها الحارس رايح لعيبة 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 ولا تلعب نفسها اول تكره تشوف اللي عاوده تكره تشوف اللي عاوده وتشوف الحارس بعد شوف الحارس ها شيء لاعب الخال اي الخال شوفها ها شوف الحارس وين رايح هناك ليش؟ والله كانت رايحة هناك يعني. ما له قصة الكورة رايحة هناك من بين المدافعين خله قاعد احاول اطير قلت لك مثلث هذا شيل الكورة قريب طير ده ما خلاني انا صديق بلنتيات شلون احرص؟ مربع ولف لازم مربع؟ ايه من هاي؟ كبير مساء وين شت عبد الرحمن نفس المكان لا طلتو خلاص انت اضرب لا عليك فوق 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 تحت اليسار فوق تحت اليسار فوق ولا تحت ولا بيمين اليسار اوكي مكي قوات انت القوات ما اعرف شو يلا شوت ايوه مسويت يا عمي مثل ما قلت لي ليش ما راح تزور يلا مربع ولف خليك في النص بيضيعها لازم بالجير لا ما حد يعرف يشوت تعدت بعد ما سجلت زين اقول ما حد يعرف شو ها عارف من فوق من فوق يلا يا زين قلبي يلا طلول تكفى عطا يمين او يسار ما بي في النص ما عم يشوت يعني في النص طلع صدى بالفوز
بالنص 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 والله لا والله لا عليك.